أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا لم يشترط التاجر المضارب مع الشريك على نسبة الربح، إذا لم يشترط التاجر المضارب مع الشريك على نسبة الربح، فالقول للتاجر أم لمن؟ إذا لم يشترط، نعم، إذا لم يشترط إذا لم يبين نصيب العامل، إذا لم يبين نصيب العامل يعطى مثل غيره، يرجع إلى المعتاد في مثله. نعم.